بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع حاجة واللي بندرسه حاجة تانية، يعني اللي انت بتدرسه وتتفاجأ أثناء الشغل بمشاكل كتير بتحصل، تمام؟ فهنشوف مشكلة من دي دلوقتي، وهي إن احنا لما صدرنا الشغل من الريفت للكاد وجينا نطبع فوجئنا إن الألوان ضربت، وكل ما يعني انا بطبع بالبوت ستايل اللي انا متعود عليه بس الالوان ما بتطلعش زي ما انا عايز، تمام؟ المشكلة دي بقى سببها ايه؟ لما افتح اللوحة واجي هنا وبعد كده بقول له اكسبورت كاد دي دبليو جي، طبعا دي خدت ساعات مننا على ما اكتشف اني الغرزة اللي فيها المشكلة. باجي هنا بقول له الخصائص ديت، بلاقي هنا حاجة اسمها كولر، تمام؟ بلاقي عندي حاجتين، اندكس كولر اللي هي 255 لون، وده اللي الكاد شغال بيه، هو بيشتغل بان الريد بواحد واليلو باتنين وهكذا. في حاجه عندنا بقى حاجه اسمها الار جي بي فاليو، يعني هياخد قيمه الحاجه دي ويطبعها كار جي بي، فده بيعمل لي مشكله ان الواحد بيساوي عنده حاجه تانية. يعني هو الفكره كلها ان هو اي لون بيتكون من ريد وجرين وبلو، بيتكون من تداخل الالوان دي بنسب معينه، فلما بقول له ترو كولر الار جي بي ما بيحصلش اعتراض خالص، الراجل زي الفل اللي بيطبع. بس هو لما بيصدر الكاد في الوان كتير بتضرب وتيجي تطبع هو شايف حاجة هو ما قدرش يعمل معاها، يعني انت مديله لغة غير اللي هو متعود عليها، تمام؟ فمثلا هتلاقي هنا اللون، يعني اي لون، خلينا نمسك اي لون مثلا، شايف هنا مكتوب كده لما يكون في لون معمول بالار جي بي بتلاقي مثلا 200 شرطة 200 شرطة 500، فبتلاقي ارقام ضربت معاك، تمام؟ فموضوع الار جي بي ده نخلي بالنا منه لان ده فعلا عمل مشاكل كتيرة. خلينا مثلا كأن احنا مثلا بنعمل فلتر مثلا، فاقول له في في وعم بعمل فلتر، هقول له ضيف لي فلتر وليكن مثلا فاير، تمام؟ هقول له خلي اللون او كلر، لو انا دخلت الالوان دي اللي هي ريد وجرين وبلو هو اتعرف على 128 128 128، بينما في الكيد هو ما فهمش الارقام دي، هو يفهم ان ده رقمه 19 مثلا، تمام؟ فده اللي بيعمل مشكله. اللي بفتح الكيد واقول له اطبع ما بياخدش البلو ستايل بتاعتي. فالحل في ليسب، هحط ان شاء الله شاره اللي هو الليسب دوت. الليسب بكل بساطه ار جي بي 2 اس اي سي اي، تمام؟ بيحول الالوان من ار جي بي للالوان اللي فاهمها كده، فاقول له ار جي بي 2 اس اي وبقول له انتر، خلاص المشكله كده اتحلت، تمام؟ هو ظبط الالوان. لو هو ما ظبطش الالوان بتلاقي عندي بدل اللون الابيض دوت بتلاقي دخل في ارقام غريبه ما بيفهمهاش. لما بنيجي نطبع، لما بقول له اطبع ببص في الخصائص ما بيدينيش ان انا احدد اللون ده بيساوي قيمه قد ايه او التخانه بتاعته قد ايه، تمام؟ فدي مشكله واقعيه تعرضنا ليها، وقلنا نوفر الوقت بدل ما الناس تقعد تدور. لما بنيجي هنا بلاقي ان ده كلر واحد، بينما هو عايز حاجه اسمها 126 126 126، فما بفهمش الرقم دوت. فما عدلت هنا ما بيأثرش على اللي هناك، فلازم الليسب دوت اللي هو ار جي بي 2 اي سي اي.